هل كابتن جوهري كان من النوع اللي بيحب ان هو يقعد يقول للعيب انت ما كنتش كويس او يحبطه بطريقه ما علشان يطلع افضل ما عنده؟ لا، هو زي ما تقول مثلا ايه، يحب اللعيب اللي بيفرق في الملعب، هو يستفز اللعيب وكمان ايه يعني ممكن يعنفه علشان يديله افضل حاجه عنده. فدايما يعني انا مثلا لما خدني وقال لي انا ما شفتش منك رجلك تقيله، فطلع اللي جواكي واداكي كمان ثقه ان انت ايه ممكن. انا ماتش النادي الاهلي ده شوط 4-2 في الشوط الاولاني واثنين في الشوط الثاني، بس الثانيه الثالثه بقى اللي هي في الشوط الثاني هي اللي جت جول. فطبعا شوفي بقى اللي عندك طلعه بطريقه برده كويسه ويخليكي نازله عايزه تموتي نفسك في الملعب عشان برده ايه لصالح الفرقه ولصالح جمهور وتاريخ هتصنعوه لنفسكم ودي اول بطوله. فازاي هو يعرف يطلع كل لعيب الامكانيات اللي عنده. كابتن ايمن، اكيد استرجعنا معاك بعض الذكريات ولكن تفاصيل اكتر اكيد لسه عايزين نعرفها عن حياتك، ولكن في الجزء التاني اكيد من حلقتنا. مشاهدينا، انتهى الجزء الاول من حلقتنا مع كابتن ايمن منصور. انتظرونا وحلقه جديده والجزء التاني على شاشه قناه اون سبورتس.